معانا في حلقة جديدة من بالهنا. النهاردة الأكلة برضو أكلة مقبلات لطيفة جدا هتعجبكم إن شاء الله. عاملين النهاردة سجق، وعايزة أقول إن حكاية السجق دي ما نشتريهوش من أي حتة ولا أي سوبر ماركت، ياريت نجيبه من الجزار اللي إحنا متعودين عليه وواثقين فيه إنه نضيف. فالحكاية النهاردة عندنا سجق، هقول لكم سجق شرقي حلو وخل تفاح وبس، وهشوفوا طعمه هيبقى حلو إزاي. تاني حاجة هنعملها النهاردة اللي هو المشروم في الفرن، كنا عملناها قبل كده بس هنعمله لكم المرة دي برضو بطريقة مختلفة، بالثوم والليمون والزعتر وشوية زيت زيتون وبس. هنبتدي على طول على طول. أول حاجة هبتدي بيها المشروم. هنجيب المشروم، انتوا عارفينه طبعا احنا مقشرينه، وعايزة أوريكم الطريقة تانية بتاعة تقشيره. الفكرة بتاعة نغسله أو لازم ننظفه، حصل كذا اكسبيرمنت يعني او كذا محاوله كده، وتحط المشروم في ميه وتنضف وتطبخه، اتضح ان الحاجتين زي بعض. لو انتوا بترتاحوا انكم تغسلوه اغسلوه، بس هو بيزفلت وبيبقى مشكله. فهي الطف حاجه تنظيفه، تجيبوا المشروميه تاخده الجنب كده اهو وتشده، بيبقى فيه زي ممبرين صغير. انا نضفته قبل ما ابتدي، انا اسفه جدا، بس الحكايه بتبقى سهله جدا جدا في تنظيفه وطعمه بيبقى هايل. وطبعا عارفين ان ده بالظبط كاننا بناكل لحمه، يعني ده بروتين حيواني بحت. هنشيل الكاب، هنشيل البوزه اللي طالعه منه، وهنحط ظهره على الصينيه. طبعا دول ما نرميهمش، دول ممكن يتعمل بيهم شوربه، ممكن يتعمل بيهم صوص، بيعملوا شغل كويس قوي، ما ترميهمش. اقعدوا كونوهم لو انتوا دايما بتشيلوا الكابس دي، وبعد كده ممكن يتعمل منه صوصات كتير جميله. اوكي، هجيب الملح والفلفل وزيت الزيتون اللي احنا دايما بنشتغل بيهم. والليمون والثوم. الثوم بقى هنجيب الثوم نقشرها عادي جدا، وبعدين عايزين بقى نعملها زي ترونشات، يعني سلايسز رفيعه جدا. ممكن الاكله دي الواحد ياخدها كمقبلات او ان احنا ناكلها جنب حاجه، يعني ايه، تبقى هنعمل ستيك دي تبقى جنبها طعمها بيبقى حلو قوي، نعمل فراخ برضو تبقى جنبها لطيفه. طبعا هيبقى بروتين وبروتين، بس دايما المشروم مع اللحمه والفراخ الناس بيحبوه جدا جدا ومتعودين عليه. اللي هيحصل دلوقتي ان انا هملح مش كتير، ده انا بحب اعمل كده ومرمغ الحاجات في الزيت، بس انا مش عايزه احط زيت كتير المره دي. شويه زيت واعملهم فيه بالطريقه اللي انا بحبها احسن حاجه، بس بصوا مش كتير خالص. دوني اجيب بس طنجره او حاجه اشتغل بيها كده. التومه هنحطها جوه المشروم الاسلوب اللي انتوا شايفينه ده، سلايس رفيع جدا. اوكي، واهم حاجه لاست بات نوت ليست زي ما بيقولوا زعتر. لا طبعا لسه في حاجه، لسه في الليمون، ده اللي هيديله اللسعه الحلوه. الدنيا هنا الدنيا، خلوا بالكم ان هو بيبهدل الدنيا الزعتر. خلاص شفتوا سهله وما خدتش وقت تنظيفه، زي ما قلت لكم ممكن الواحد يتعامل بيه بطريقه تانية، ممكن ننظفه بالسكينه، ممكن ننظفه فوطه او نشطفه بميه وشويه ليمون مش كتير، ويدخل الفرن على درجه حراره 180، مش هياخد وقت خالص. دلوقتي هنبتدي في الاكله التانية اللي احنا معظمنا كمصريين او كشرقيين بنحبها، أو بتهيألي بحر أبيض، يعني كل الناس اللي على البحر الأبيض عندهم
كل واحد عنده طريقه السلسيتشا بتاعته او السجق بتاعه. السلسيتشا دي بالتالياني. طاسه سخنه نار، نحط دول كده هنا على جنب مش هيترموا، ممكن نعمل بيهم حاجه تانية في الحلقه في السيجمنت اللي بعد دي. هنجيب السجق ومش هنقطعه صغير قوي، هنقطعه مثلا كل واحده على ثلاثة. عارفين النقنق دي الواحد بيقعد ينقنقها؟ هو بالظبط بنفس الاسلوب ده. حط كده زي ما قلت الطاسه تبقى سخنه جدا، ومش هحط لها زيت ولا اي حاجه لان السجق فيه ما يكفيه من الدهون وبينزل كمان حاجات كلنا بنحب طعمها يعني. نقطعه كده، طبعا الواحد لازم يستعمل سكينه كبيره شويه. كفايه كده عشان مش عايزه يبقى اكتر من الطاسه. اخبار الطاسه ايه؟ دي سخونه طالعه. نبتدي بقى نرمي السجق بتاعنا في الطاسه عشان يتشوح التشويحه الحلوه. نجرب الاول بواحده. عظيم، الريحه باينه من وانا بقطعه بصراحه يعني. تشويحة كده من كل جنب لغاية لما الريحة لغاية لما رائعة. انا ليه قطعته صغير كده؟ لان كل واحده الواحد يتاخد له سجقايه يفتح بقى ويحطها فيها وياكلها كده على طول. اوكي، الاخبار يا سلام. حطيناش ولا نقطة زيت، وشوفوا اوريدي الطاسة مليانة زيت ازاي. عشان كده دايما اقول لكم عمر ما نحط زيت او سمنة او اي حاجة واحنا بنعمل السجق. حتى لو بنعمل ببيض بالحالة دي تقوموا تقشين بقى البيضتين ثلاثة مرة كده طعمه عظيم. عايزة احط شوية خضرة بس معانا لما نيجي نقدم. ولما نوصل بقى لهذه المرحلة ننزل دخل التفاح. انا عارفة هتقولوا ايه اللي انتي بتعمليه ده يا اماني، بس هي حاجة مختلفة طعمها لطيف جدا. Very strong. خلاص وخلص السجق اللي في خل التفاح. ما ننساش اللي في الفرن، وهرجع لكم الفاصل الثاني بحاجه تانية هتعجبكم جدا جدا خصوصا الاطفال، كل الاطفال بيحبوها، نوع باستا. اشوفكم بعد الفاصل.
رجعنا لكم تاني في الفصل التاني من البرنامج بالهنا. دلوقتي هنعمل الباستا اللي كل الولاد الصغيرين بيحبوها، اللي هي الكاربونارا، صوصة بيضة، صوصة تانية. المقادير عبارة عن بطاطس باستا لينجويني اللي هي زي السباجيتي ومبططة كده مسلوقة، جبنة بارميجان وكريمة، توم. هو دلوقتي هنا مستعملة سلامي، بس ممكن نستعمل في حاجة اسمها بيف بيكن بتتلاقى دلوقتي في السوبر ماركت. لو لا ممكن نستعمل حتى بسطرمة هتبقى حلوة قوي معها. بصلة، زبدة، جوزة الطيب، وبيضة. ده بالنسبة للكربونارا. والسلطة الحلوة بتاعتنا الفاصوليا اللي لا يعلى عليها، اللي ما فيش حد ما بيحبهاش، سلطة الفاصوليا عبارة عن فاصوليا كل الألوان، أنا عاملة المرة دي أحمر، بقدونس، توم، وعصير ليمون، وزيت زيتون، وملح، وفلفل، وخلاص. أحب أنا السلطات اللي بتنجز وبتشبع وبتعمل إيه؟ بتعمل منظر في اي عزومه. طبعا سلطه الفاصوليا دي من اكتر حاجه الواحد لازم تبقى محطوطه في العزومات. اول حاجه هعمل الدريسنج بتاع الفاصوليا، او هشتغل على طول في البوله اللي هخلط فيها. ناخد الثوم مش كتير، عصير الليمون، زيت الزيتون. الحاجات دي على طول تعرفوا ان هي بحر ابيض متوسط، ميدل ايسترن، شرق اوسطيه كده، وفلفل اسود. هنقلب نقلب نقلب. حط الفاصوليا، تقلب تقلب تقلب، واخر حاجه البقدونس. لو عايزين تحطوا بصوا فلفل الوان، في ناس كتير قوي بيحبوا يعملوها دلوقتي بفلفل الوان، بس انا بحب الحاجه كل ما تبقى الحاجات اقل، وطعم الحاجات في الاكله انا باكلها بتعرفني انا باكل ايه. السبايسز الكتير والخضارات الكتير، الفلفل الالوان اللي بتحطه في كل حاجه دلوقتي بقى ساعات بيستفزني، فما بقتش استعمل فلفل الوان كتير في الاكل بسبب كل حته اروحها كل حاجه فلفل الوان فلفل الوان. وانا بكبر عمري في حياتي ما شفت فلفل الالوان ده الا في بلاد بره، انما دلوقتي كل الناس ما بيعملوش اي حاجه غير بفلفل الالوان. نبتدي بقى نغرف. سلطة سهلة سريعة على طول ان شاء الله يا رب تعجبكم. خلصنا كده من تاني سلطة، نبتدي بقى في الباستا اللي بقول الولاد بيحبوها قوي. اول حاجة طبعا نفتح النار اهو، وتعالوا برضو نبص الفرن اخباره ايه. يا ولد هكذا يجب أن يكون اللون. شايفين لونه حلو ازاي؟ ذهبي يجنن. الريحة كان نفسي تشمه معنا، زعتر وثوم وليمون، مش هنروح في حتة غلط يعني. هرجع وأعيد تاني يا جماعة، اللي أنا بعمله حاجات سهلة للناس اللي عايشين لوحدهم واللي بيدرسوا لوحدهم، اللي عايزين يعملوا الأكل بتاع ماماهاتهم اللي في البيت بس بطريقة سهلة وسريعة. السلطات مش هنقدر نقول عليها حاجة غير إنها حاجة مفيدة وصحية وحلوة جدا جدا جدا. نعمل لكم بقى شوية اهو، خلوني احط الطاسة على النار عشان تبتدي تسخن عشان نشتغل على طول بعدين اول ما نحط ايه المشروب. بصوا بقى ممكن نقدمه كده ممكن نقدمه كده زي ما انتوا عايزين. زي ما اتفقنا ان المشروم ممكن يتقدم كسايد ديش مع اي اكله احنا بنعملها
بيديها قيمه غذائيه اكتر وبيخلي الحاجه اطعم. مفيش حد دلوقتي مبقاش يحب المشروم، تاكل اي حاجه مشروم صوص لو سمحت، مشروم صوص في كل حاجه، على البرجر على كل حاجه. برضو دخل علينا جديد المشروم ده، ما كانش عندنا زمان بس الناس كتير حبته. وكان في مشروع بيتعمل في وقت الثمانينات كده بدايه التسعينات من وزاره الزراعه المصريه، كانوا بيبيعوا الحاجات دي، الحاجات اللي الواحد بيعمل فيها المشروم. هو طبعا بره الواحد بيلاقيه تحت الشجر والحاجات، انما دلوقتي التكنولوجيا بقى حتى كمان في الزراعه الواحد بقى عنده زي ادراك كده الواحد يعمل فيها المشروم، تبتدوه ما بيخلص، يفضل يطلع تاني ويطلع ويطلع ويطلع، والناس عملت فلوس كتير منه جدا باك يعني زمان في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. دلوقتي الطاسه بتاعتنا على النار، هاخد الزيت زيتون وكل الحاجات بقى نجيبها نواحينا هنا لانها مش هتاخد ثواني. اول حاجه هعملها احط حته زبده كده صغيره مع نقطه زيت عشان ما يحصلش حرقان، بصله بسرعه بسرعه بسرعه، بعد البصله زي ما قلت لكم اللحم المقدد او السلامي او اللي عندنا، انا مش من المشجعين قوي على فكره السلامي واللانشون والحاجات البروسس دي او اللي معموله، بس الولاد الصغيرين كتير جدا بيحبوها. فلفل اسود، ملح سايبه هناك شويه، زيت اهو، الكريمه، ايوه هي دي بقى اللي هتعمل لنا الصوص. اي صوص ابيض دايما الاولاد بيحبوه، مفيش حد من الاولاد ما بيحبش الصوص الابيض. حط جوز الطيب، نوطي خالص بقى على النار لان المفروض الكريمه ما تغليش قوي كده. عايزه اشوف الملوحه عامله ازاي. يبقى اللي عملناه هنا بصله اتحمرت، نزلنا عليها اللحمه المقدده عندنا لو كان سلامي او اي لحمه مقدده الواحد بيلاقيها عند السوبر ماركت، شويه كريمه ملح وفلفل وجوز الطيب مهمه جدا. في الحاله دي لما نوصل لهذه الحكايه هرفع الصوص من على النار وبسرعه بسرعه بسرعه هحط صفار بيضة، عارفين بسرعة 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 نعملها عشان ما يبقاش ايه اومليت. فكده برضو بنرفع القيمة الغذائية من الباستا، شايفين تبقى كريمي كده. ودلوقتي نقوم بقى نازلين بالمكرونة اللي احنا سلقناها، مش هعمل كل المكرونة كثيرة جدا، كفاية جدا كده، ويتقلب كله مع بعضه. واهم حاجه في الاكله دي ايه؟ الجبنه البارميجان. مكرونه سهله جدا سريعه جدا بناكلها في كل الريستورنتس، وزي ما هرجع اقول تاني بندفع فيها دم قلبنا، وهي اسهل ما يمكن ان يكون. فلفل الاسود كل ما تزودوها لها كل ما تحلو. خلاص وخلصت الأكلة. إذا دلوقتي نشوفها حلو. النهاردة الحلقة بتاعتنا كانت سهلة وسريعة كالعادة، عملنا لكم في البرنامج النهاردة نوعين سلطة زي مقبل كده وباستا، حلو قوي. مين عايز يتعشى أكتر من كده؟ ما بتقليش حد ممكن يتعشى أكتر من كده. هنا فأشوفكم في حلقة جديدة من بالهنا، ويا رب الأكل النهاردة بتاعنا يكون عجبكم، وبالهنا.
ترجمة